أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي خلال لقائه القادة الأمنيين وشيوخ العشائر في الأنبار أن داعش الإرهابي انتهى ولن يعود مرة أخرى، مشيرا إلى وجود تعاون مشترك وعالي المستوى مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية كافة في المحافظة. وطمأن الأسدي أهالي الأنبار بأن مدينتهم آمنة وستبقى الأنبار الصخرة التي تتهشم عليها الأفكار والأعمال التخريبية، موضحا أنه ناقش مع الحكومة المحلية والقطاعات الأمنية في الأنبار تأمين يوم الانتخابات وضمان وصول المواطن إلى مراكز الاقتراع.